معي من الحسكة العميد طلال سلو المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية. أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا هذا تقدم ملحوظ، استرجاع مهم أيضا موضوع الحقل النفطي، هل ممكن أن نعرف المزيد من حضرتك سيادة العميد؟ أولا مساء الخير لحضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. بالنسبة لحقل الأعمار، صباح اليوم قامت قوات سوريا الديمقراطية مع مجلس إدارة الزور العسكري إضافة لقوات التحالف عملية مضاغطة، تم استهداف هذا المكان حقل العمر وتم تحريره بالكامل عند ساعات الصباح الأولى. الإرهابيين كانوا موجودين هناك، أدوا جزء من المقاومة ثم انسحبوا باتجاه يوجد هناك مساكن عمالية بمحيط الحقل. من ظهر بعد الظهر تم ملاحقتهم، ملاحقة الإرهابيين إلى تلك المساكن وتم القتل العديد منهم، وتم السيطرة حتى على مساكن عملية تابعة لحقل العمار من قبل قواتنا. طيب، هل أنتم متحضرون وهل متوقع أي ردة فعل عكسية لداعش؟ نحن لدينا الخبرة السابقة بالتعامل مع هذا التنظيم منذ قبل تأسيس قوات سوريا الديمقراطية، عندما كان طبعا بكامل قدرته الإرهابية والقتالية، كنا نحقق عليه الانتصار والانتصار من كوباني حتى حررنا منذ 3 أيام عاصمة الإرهاب، عاصمة حزن الشهادي مدينة الرقة. فإذا قواتنا أثبتت كونها حلفاء مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب أنها الوحيدة القادرة على التعامل مع هذا التنظيم، الوحيدة القادرة على القضاء عليه وتحقيق الانتصارات. فإذا أي ارتداد بالوقت الحالي، أي هجوم مباغت من قبل قواتنا جاهزة للتعامل معه والقضاء على تلك المجموعات الإرهابية التي سوف تفكر أن تهاجم قواتنا في كافة الأماكن وليس فقط في هذا الحقل. أين يضعكم هذا في الجبهات القادمة؟ اليوم الحقل العمر طبعا يبعد 10 كيلومترات تقريبا من الميادين، شمالي مدينة الميادين. ماذا يقول لنا هذا عن الأيام القليلة القادمة سيادة العميد؟ نحن منذ 9/9 أطلقنا حملة مع مجلس دير الزور العسكري والتحالف الدولي تحت مسمى عاصفة الجزيرة لتحرير ما تبقى من الجزيرة السورية، إضافة لشرق نهر الفرات. الحملة مستمرة منذ ذلك اليوم حتى الآن، حققنا نحن العديد من الانتصارات، حررنا الآلاف من أهلنا وشعبنا، العشرات من البلدات والقرى، إضافة مثل ما تعرفوا في عنا نحن معمل غازكونيكو العزبة، في عنا صور، في عنا العديد من الأماكن تم تحريرها قبل اليوم. فإذا نحن الحملة المستمرة حتى تحقيق الهدف الأساسي لهذه الحملة، القضاء على داعش أينما وجد في تلك المناطق التي حددناها منذ اليوم الأول لحملة عاصفة الجزيرة. في الهزيمة لداعش في سوريا وفي العراق يحكى كثير اليوم سيادة العميد بأنه الإرهاب تقريبا ممكن أن نقول بأنه دحر تماما، ولكن ستبقى مستمرة والخطر سيبقى من العمليات الانتحارية والتفجيرات. إلى أي درجة أيضا كل هذا في ضمن حساباتكم الآن وفي الفترة القادمة، مع كل تقدم، مع كل طرد من نقطة جديدة، طرد لهذا التنظيم؟ نعم، نحن بصراحة وضحنا لازم يكون في تضافر للجهود كافة دول العالم. يعني الإرهاب ليس حكرا على مدينة الرقة أو مدينة الموصل، نحن رأينا أن تنظيم داعش الإرهابي كان يصدر إرهابه إلى كل دول العالم. حاليا نحن أمام مسؤولية لإعادة الثقة بين مكونات المجتمع، بين أفراد المجتمع الوطن الواحد، إضافة لقضاء قدر ما يمكن عبر المختصين على هذا الفكر. يعني هذا الفكر حاليا متلبس في أذهان العديد من أبناء الوطن. طبعا نحن من خلال رؤيتنا للأسرى أو أولياء الإرهابيين الذين قمنا بأطرهم، رأينا مدى غسل الدماغ الذي كان يقوم به هؤلاء الإرهابيين على مجموعة كبيرة. فإذا نحن أمام مسؤوليات قادمة، نأمل أن يكون في تضافر للجهود، خاصة مثل ما رأينا نحن سد منافذ الحدودية، منابع يظهر من الإرهاب. يعني الإرهاب لم يكن حكرا على سوريا أو أبناء سوريا طبعا. هو هؤلاء الحسالة أتوا من كافة بقاع الأرض إلى سوريا، وهذا يستوجب يعني أن يكون هناك تضافر للجهود على مستوى كل دول العالم للقضاء على فكر هذا الإرهاب. شكرا سيادة العميد طلال سلو المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا من الحسكة.